إخواني وأخواتي من يتابعوني على اليوتيوب وصفحتي الخاصة، هذه المرة الأولى أطل عليكم وأنا أتكلم باللغة العربية، لأن وصلت لي كثير من الرسائل تطلب مني أن أتكلم باللغة العربية بدلا من اللغة الإنجليزية في كل مقابلاتي. ونزولا لطلباتكم ورغبتكم بأن أتكلم باللغة العربية معكم، هذا الفيلم الأول أو الفيديو الأول سوف يكون معكم للرد على بعض الاستفسارات والرسائل التي تصلني عبر مدير أعمالي أو صفحتي الخاصة. سوف أتكلم معكم بلهجتي العراقية التي اشتقت إليها واشتقت إلى بلدي الغالي الذي تركته قبل عقدين من الزمن، وكم كنت أتمنى في يوم من الأيام بأن أعود إلى هذا البلد وألتقي بأصدقائي وأهلي، ولكن شاءت الظروف. رغم معارضتي لنظام الرئيس الراحل صدام حسين رحمه الله منذ عام 1991 إلى حين سقوط بغداد بيد المحتل الأمريكي الإيراني عام 2003، البعض سوف يقول كيف تقول الرئيس الراحل رحمه الله، وكما نقول في اللغة واللهجة العراقية الميت نترحم عليه والله يحاسبه على أعماله وما فعله. وهنا منذ عام 2003 وحين احتل بلدي وذل شعبي، وكل صديق حاولت أن أتصل به عما يكون قد استشهد أو في سجون عملاء إيران وأمريكا. والآن سوف أتكلم معكم بلهجتي العراقية، اللهجة التي اشتقت أن أتكلم إليها منذ فترة طويلة. العراقي الأصيل ما ينسى وطنه ولا ينسى شعبه، مهما كانت الأيام تدور تتحول وعارضنا ونعارض أي شخص أو أي نظام يكون مستبد ويكون طاغي ويذل الشعب. أنا عارضت نظام الرئيس الراحل صدام حسين وابنه بالأخص عدي الذي يعرف الناس جميعا ماذا فعل بي، وكما قلت سوف أتكلم بلهجة العراقية. صدام حسين كان رئيس دولة، إذا قبلت أو لم أقبل، نفس الشعب الذي صفق للمالكي صفق لصدام حسين وكتب إلى الأشعار، نفس القردة اللي قاعد يقمزون هنا وهنا للمالكي وغير المالكي هم نفسه اللي كتبوا الأشعار ووصلوا سلالة الرئيس الراحل صدام حسين إلى نسل الرسول، نفس القردة اللي تصفق النور المالكي ومقتدى الصدر وأمثال القتل اللي جونا من إيران وأمريكا، هم نفس الأشخاص اللي زرعوا الطائفية واللي قتلوا الشعب العراقي. اللي دفعني اليوم أتحدث معاكم مع شعبي ومع أصدقائي أولاد بلدي من الشمال إلى الجنوب، من الوسط إلى الشرق إلى الغرب، هو شغلة واحدة، هو أنا أتمنى في يوم من الأيام أرجع إلى العراق، رغم أني قلت في بعض الإعلام بأني لا أريد أن أعود إلى بلدي، ولكني لا أسف على هذه الكلمة، لأن لما أشوف قردة
غير اذا كل واحد لابس لعقال او شروال او ما اعرف شنو، يجون يصفقون النور المالكي. هذا الشخص النزق النتن العفن، ويسموه رئيس وزراء. والمصيبة الأكبر لما تتكلم معاهم يقول لك احنا الشعب انتخبنا. اي فاين حظ انتخبكم، 325 مسلفتي وحرامي بالبرلمان اللي سموه برلمان، ما انتخب الشعب منهم غير 10 ولا 15 واحد، والباقي كلها هالميليشيات اللي جابتهم ولزقتهم من ام الروبة وام القمر والحفافات والسفلة او قطاعين الطرق. كل واحد اجا ولبس لي بدلة وحط لي كم سافل يمشي وراه، وستين سبعين همر تمشي لاند كروز وراه. هو هذا الشعب العراقي؟ هو هذا اللي انتم كنتوا تنتظروه يا شعب العراق؟ ولا يطلع لي واحد سافل ثاني يقول لي انت ضد الشيعة وانت طائفي؟ حتى تسمعوها من عندي، مني انا ومن لساني وصوت وصورة. نعلة والدي اللي جاب الطائفية، ونعلة والدي إذا أنا كنت ضد الشيعة. الشيعة أهلنا وأخواننا ونسابتنا. إذا أتكلم على شيعة العراق العرب اللي دافعوا 8 سنوات معانا بحرب إيران، اللي كان الجندي وياي قاتل شايل بندقية من جراحة الجندي العراقي شالني، وكان شيعي من أهل العمارة. شيعة العراق الأصحاح والأقحاح هم اللي راح ينظفون هالزبالات اللي شوهت سمعة الشيعة العرب، وشوهت سمعة العراق بالداخل وبالخارج. أتصور هذا كلامي واضح. اللي اتهمني بالطائفية هو والدي طائفي، اللي سب الصحابة هو وأهله طائفيين. وين كانت هذه القنوات قبل الاحتلال؟ صار عندهم 50 قناة يصبحون ويمسون، يسبون بالصحابة ويسبون بأم المؤمنين ويسبون ويلعنون. من أعطاكم الصلاحية بأنه يسبون فلان ولا علان؟ جيب لي واحد سني وأتحدى أي شخص بأنه يسب آل البيت ولا ما يحبهم. ما احنا كنا عراقيين عايشين ببلد واحد. ما فد يوم واحد قال للواحد سني وشيعي لأن عار عليه وخزي عليه وعلى أهله. بس طلعوا لنا ذولا اللي يقول لي مثل حمودي شوكليتة. شوفوا هذا المقطع مال حمودي شوكليتة شو يقول. شرفكم بضميركم، هذه العمامة اللي لابسها مو كلها شياطين؟ شوكليتة تعالج الناس؟ شفتوا التخلف وين وصل بشعبنا العراقي؟ شفتوا إيران شنو اللي جابتنا؟ شفتوا أمريكان شنو اللي جابونا إياه؟ جابونا هذه الحثالات اللي كان يقول صدام ليش يمنع التطبير واللطم وهذه. يطلع لي واحد يقول لي الحمد لله والشكر صدام راح لأن كان حارمنا من اللطم. أنتوا جبتونا أمريكا وجبتونا إيران على مود اللطم؟ يا أخي ها شعائر دينية اعملوها بحسينياتكم ببيوتكم، بس مو تقلبوا العراق 365 يوم لطم ودقوا، ولا سيارات الشرطة ولا سيارات الجيش حاط لي سماعات وحاط لي لطميات وحاط لي معسكرات الجيش لطم، بمراكز الشرطة لطم. أنا مو ضد هذا الشيء، هذا حرياتكم يا أخي. أنتوا اعملوا اللي تعملوه، بس الشعب بيه طوائف ثانية، الشعب بيه قوميات ثانية. ما تقدرون تجبرون شعب بكامل يتبعكم. ويا ريت أقوال صحيحة يا أخي. خزيتوهم للشيعة أنتم يا من طلعوا لي. ولا شوفوا من الطائفي، شوفوا هذا المقطع وأرجع لكم. أسها جايتك دورة انتخابية، جاي بعد كم يوم الانتخابات راح تصير. شنو اللغط الموجود بالشارع؟ احنا بيناتنا شنو نسولف؟ لا تنتخب لا تطلع، حصلنا من هذا، دبرنا من ذاك، أبد لا تروح أبد. بوي ترى الحكي مو هيك، هي فرهود كأل من الطيها طيها العزة تدور وترجع يرجع النوب على صدورنا الحكم الأموي. لأن هذه حرب بين وبين، عندنا بث مباشر بس تعرفوا البين وبين. وطلعوا نصرة للمذهب، اطلع انتخب أي كان عمي على سقاطات الحكومة وعلى طلائب الحكومة وعلى مشاكلها اليوم احنا يوميا احنا نشتم بيهم، بس مع ذلك خلف الله عليهم. خليها اسمها تنادي بأشهد أن عليا ولي الله حتى لو كذب.
بضميركم بشرفكم شفتوا أكثر من هيك طائفية؟ انتخبوا الحكومة لأنه خلت الوذان أشهد أن علي ولي الله. يا أخي علي بن أبي طالب رضي الله عنه عليه السلام، نعالي شرفك هو وعشيرتك وأهلك وعمامتك، هاي الزبالة اللي لابسها اللي جبت لنا إياها. ننتخب ناس طائفيين وننتخب ناس سفلة أولادي شوارع لأنه على مد لطميات وعلى مد هذا الشغل عايفيننا يا والله بالتلفزيون العراقي. يا أخي اعملوها ببيوتكم، يا أخي اعملوها بحسينياتكم. قلبتونا يوميا واحد مجروح ويوميا واحد مصيوب وواحد فلان وواحد علان، قلبتوا للعراق كله تخلف. ما تشوفون انتم من دخل الاحتلال شنو اللي سووه؟ اول شيء صفوا العقول، قتلوهم، هجروهم، ما خلوا شيء ما عملوه بالعراق، دمروا للعراق. كنتوا تقلدون على الرئيس صدام؟ كان اكو امان، كان اكو شرطه، كانت اكو دوله. واحد يضربك يحتدي عليك اكو مركز شرطه تروح تشتكي. هسه وين تروح تشتكي؟ تروح تشتكي سجنوك. وهذا هالمره اللي طالع لي اربع ارهاب، السيد المالكي اللي حاكمني بالاعدام غيابيا، على شنو يابا تدعم والله الارهاب؟ من لك هاي المعلومات هذه يا نزق؟ بس والله العظيم ما راح تفوت لك، ولو دامت لك ما كان وصل، دامت لغيرك ما كان وصلت لك. يا ابن ايران حتى ايران ما راح تلف فيك، لان ايران وغيرها تعرف الخائن اللي خان بلده ما راح توفي له ولا توفر له امان حتى يقعد ببلده. شوفوا التهديدات اللي قاعد توصلني على 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 الصفحه الخاصه مالتي، نقتلك ونذبحك وحزب الله. من ايش وقت الله صار عنده حزب؟ ولا مقتدى الصدر؟ يعني عتبي على اهل بعض من اهل الانبار اخواننا، طلعت مظاهرات. يا اخوان لا تخلون واحد سياسي من دول الادب سزيه يجوكم ويقعدون يفلشوا لكم المظاهرات اللي طلعت بمئات الالاف حتى يتهموكم انتم مستلمين من قطر وسعوديه وهالزبالات الدول. يا اخي هذول الحراميه تعالوا شوفوهم برا ايش يسوون، تعالوا شوفوا شنو اللي يشتروه. ما قام يشترون بيوت يا اخي، انا عايش برا، انا سافر كثير، ما قام يجي يقول لي اشتري لي بيت ولا بنايه ولا كذا، قام يشتري له شوارع كامله. وخلي تشذبوني، انا اوديكم وراح اسوي برنامج كامل امشيها بكل اوروبا كامل، امشي على عقارات المسؤولين اللي برا، وولد الخايبه قاعد ياكلون بالزبايل. ثالث اغنى بلد بالعالم اهله ياكلون من الزبايل، 5 مليون لاجئ. والمصيبة الأكبر، المصيبة الأكبر قاعد يدافعون على الحكومة جماعة العاشين برا أهل الجناسي وأهل اللجوء. والمصيبة الألعن من الدول الغربية الحقيرة اللي ملفيتهم باسم حقوق الإنسان. وتعالوا شوفوا ايش يسوون هنا أنا. فاتحين يعني واحد عايش بأمريكا، واحد عايش ببريطانيا، عايش تريدون لطم ودق؟ انتم مستلمين الحكم يا اخي، روحوا رجعوا. عامين على الناس برا، الناس هنا قاعدين، المظلوم قاعد يرفض ويتسفر، وناس الحراميه جايين يستلمون لجوء وياخذون جناسي ويقعدون هنا ويلطمون ويهددون هالمره. وهالمره قاموا يسوون نفس الادب السزلغيات اللي سووها بالعراق، يدزون رسائل تهديد لبيوت العراقيين اللي ما يتوالمون وياهم. وتروح على الشرطه يقول لك جيب لنا اثبات، تودي له يقول لك هذا بالعربي مكتوب، عود من يصير شيء خبرنا. يعني اللي ينكتب بعدين يخبركم؟ مره ثانيه اقول يا اخي هذه الشغلات شغلات خاصه بكم، اعملوها وين ما تعملوها. حتى ايران هذه اللي جابت لنا هالاحتلالات ما تسوي اللي انتم تسووه. سويتوا اللطميات، قمتوا تسووها لطميات للبرتقالة، وما خليتوا أغنية، ما قمتوا تسووها لطمية، وما خليتوا تهديد. وياهو اللي يحكي وياكم وتقولوا له بعثي وصدامي وما أدري، يابا إذا حب الوطن صار وتقولوا لي بعثي، لا عمي أنا أول واحد بعثي. إذا حب الوطن تخلوني أصير صدامي، لا والله أنا صدامي. أنا ابن العراق، ابن البصرة، ابن دهوك، ابن بغداد، ابن عظمية، ابن الكاظمية،
استحوا على نفسكم، جيتوا قسمتوا العراق، جيتوا قسمتوا مناطق، سويتوا كل منطقة بمنطقتها، وشكوا سافل ابن سافل صار لمليونير، وشكوا منحط ابن منحط لبس العمامة وقام يفتي للفتاوي والجهلة تسوق ورا. كافي يا شعب العراق، مو انتوا اهلنا؟ شعب اللي بنى على الحضارات، شعب اللي الناس كانت تحلف براسه وبعلمه، خزيتونا يا اخي. كافي جمال هالمرة تطلعوا لي على التلفزيونات كل واحد لابس لقاط ورباط ويقعد كلمتين ما يحكي، وهالمرة هذه الدلالات من حنان ومن مها ومن ما اعرف من هو طالعي لي ويبلع ويشلع. هو هذا ما يخالف عارضت انا نظام صدام، ما يخالف انا كنت ضد نظام صدام. يا اخي احنا عراقيين، ما راح جبت الامريكان وجيت قلت لهم تعال احتلوا بلدي وقعدوني على كرسي. والشغله الثانيه اتكلم يقول لي انت عميل، عميل منو؟ امريكا؟ ينعل ابو امريكا على ابو اللي يوصلها. عميل قطر؟ انا على ابو قطر، على ابو السعوديه، دا اتكلم على حكام مو على شعب. اتحدى اي واحد صار له 22 سنه برا اشتغلت، ما بكو شغله ما اشتغلتها. درست، خلصت ماجستير، خلصت دكتوراه، دكتوراه مو مسوق مريد اللي ذول السفل اللي جايبين لي اياها. واتحدى اي واحد يقول لطيف يحيى استلم فلس من لا من كتاب ولا من فيلم ولا من اي مكان، حتى تكون واضح والعقود تشهد على هذه. بس السفله من يقعدون يلفقون يعرفون شلون يلفقون. اتحدى اي شخص يقول لطيف يحيى استلم فلس من اي شخص. انا حبيت العراق لان بلدي، ما بعته. اقسم بالله وول بريمر قال لي تعال صير وزير العدل، انا عندي دكتوراه قانون. قلت له لا والله الامريكان بالعراق ما ارجع. قال لي والله ما راح تشوف اشوفك يوم واحد راحه في اوروبا، صار لي 22 سنه برا، جنسيه غربيه ما عندي، اتشرف اكون عراقي. ما راح صرت اخذت لي جنسيه برا، حتى لو رفضت، قدمت مرتين في ايرلندا رفضت بسبب معاداتي لامريكا، بسبب كتبت كتاب على المخابرات الامريكيه وهالمشعوذين احمد الشلبي وامثال الحيوانات اللي جابوا امريكا. لهذا رفضت. لو كنت عميل كان عندي هسه 10 جوازات. لو كنت عميل هسه انا مالتي مليونير. لا، العراق اغلى من ما ينباع، شعب العراق اغلى ما ينباع. خلي شريف من هذول الحيوانات الحرامية اللي قاعدين هسه بالمنطقة الخضراء، خلي يطلع برا يمشي بزوده. لا والله لطيف يحيى يمشي بزوده وبالشارع وحدي، ولا حرس ولا حماية، لأن لا بقت ولا نهبت ولا فينت حظ أحد حتى يجي داعيني بي. وإن شاء الله أشوفكم عن قريب، وإن شاء الله راح أفضح لكم هذولا. وكم يوتيوب صار هذولا الحيوانات جماعة إيران ومنطقة الخضراء سدوا لي إياه، لأن أفضح قذارتهم. بس ما راح أخليهم، وخاف ينمسح أي قناة من عندي في اليوتيوب راح أشوفه في صفحتي، وما راح أسكت. وهدية من عندي $1,000,000، $1,000,000 للي يلقي القبض على المالكي ولا الصدر ولا كل حرامي كان بالمنطقة الخضراء. من شار بياخذ $1,000,000 وتقدموهم للحكومة الجديدة اللي تكون حكومة شريفة، ويا أهل الأنبار والموصل وتكريت وبصرة ونجف وكربلاء، يا من ثرتوا على هذه الحيوانات لا توقفون لا تنشرون. كافي، الرجال اختصبوهم قبل النساء، هتكوا أعراضكم، السجون انملت وكل واحد لابس العقال ويحكي لي بالشرف والغيرة. والله لو عندكم شرف وغيرة ما كان قبلتوا 10 سنوات هذول يحكموكم هذول الحيوانات. بس هسه بلكي وعسى يا رب يكون ضميركم شوية صحة. كل واحد حاط لي شارب من الصبح صابغ لي اسود وعقال وجاي ويحكي لي بالشرف والغيره، ورا يوم ان يختفي لان المالك اشتراه. طب وتلقيه قاعد ويا المالكي وصاير لي شيخ عشيره ويمدح لي بالمالكي. يا اهل الانبار، يا اهل العظميه، نجف، كربلاء، كلكم
لا توقفون الا بالمنطقه الخضراء واستحلوهم. هذاك الوقت اقوم ارفع راسي واقول اني عراقي مره ثانيه. تحياتي لكم ونشوفكم على خير.